سلام من الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته، واهلا ومرحبا بكم في احتفالات الثقافة بالبحيرة التي تقام برعاية السيد المهندس محمد مختار الحملاوي محافظ البحيرة، والشاعر سعد عبد الرحمن رئيس هيئة الشؤون الثقافية، رئيس هيئة الأعمال، رئيس هيئة الشؤون الثقافية. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. والذي أنزل السكينة في غيم عين، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا. وعلى آله وصحبه سيادة المهندس محمد مختار الحملاوي محافظ البحيرة، القيادات التنفيذية والدينية بمحافظة البحيرة، السيد الشاعر سعد عبد الرحمن رئيس هيئة كسوف ثقافة البحيرة، شعب البحيرة العظيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الليلة الطيبة المباركة نجتمع في هذا العرس الكريم في ليلة فارقة من ليالي مصر المحروسة. هذا اليوم في مثل هذا اليوم، يوم العاشر من رمضان، السادس من أكتوبر سنة 1973، كانت ملحمة العاشر من رمضان السادس من أكتوبر شاهدة على هذا العصر، شاهدة بأن مصر برجالها وبأبطالها وبشعبها وبجيشها قامت واستردت شرف العروبة والإسلام، استردت وطهرت الجيش الذي أشاع عن نفسه أنه لا يقهر، أشاع في وسط العالم أنه لن يقهره أحد وأنه يملك أكبر مانع مائي وهو خط برلين. فكانت المفاجأة التي فاجأ بها جيش مصر العظيم وانتصر، لأنه أخذ بأسباب الانتصار، أسباب الانتصار لم يكن فقط متوكلا على الله بمجرد الكلمة، وإنما كان متوكلا على الله بالإيمان الصادق وبالعزيمة القوية وبالتخطيط والإعداد المسبق الجاد. كانت هذه العوامل مع الإيمان بأنه سيستطيع أن يسترد لمصر أرضها ويحمي شرفها ويسود كرامتها، ولذلك لأنه أخذ بالأسباب وتلاحم فيه الجيش مع الشعب سقط فيه ناموس، الناموس الإلهي والقانون الإلهي. ولقد سبقت كلمتنا لعباد المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون.